يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن قوة القلوب، عن المحبة، عن اكتر حد بيفكرنا بحضرة النبي، الامهات. الامهات اكتر حد بيفكرنا في حياتنا بحضرة النبي، وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيه. واسمحوا لي ابهت الهمسة مرة تانية لامي ولكل الامهات، الكلام اللي احنا بنقوله من قلوبنا، بقول لامي ولكل ام، يا حياتي في رحيلك لسه برضو بتصحي بدري، تفرش الدنيا بصوتك بالأمان من غير ما تدري، وتوزعي على كل باب والحيطان ودي ودفى فالحب يسري. لما كنت بتنعي لسعة البرد العفي توصل لصدري، وتداويني من وجع السنين اللي تدوسني لما تجري، ومهما كنت بتتعبي الحنان في وسع عينك يغسل لي خاطري، والليالي لما توجع الاقي صوتك بيناديني استخبى جوا حجري. كل ده كنت فاكرك من غبائي حيطان لي سجني ومر قدري، لكن الحقيقه اللي بشوفها كل دقيقه انك انتي كنت بدري. سلام عليك يا بدري، وسلام الله عليكم يا بدور حياتنا، يا أمهاتنا، يا نعمة ربنا، يا وسعه وكرمه وفتحه ورحمته وجماله. يا رب اجعلنا على الدوام على وصل بأمهاتنا، ولا تقطعنا أبدا عن الحبل الذي يصلنا بك يا مولانا. يا أرحم الراحمين يا ربنا، اجبرنا بوصلنا بأمهاتنا على الدوام يا رب العالمين.